بيتكلموا عن راجل اسمه أوبراين. ديك؟ لا بوزر، أنا مش كده، بس هي نام شوية. ديك نحول. إذاعة أوريجون الحرة بالحقيقة تخليك حر. الكابوس الفظيع اللي بنعيشه ده ما كانش مفاجأة للي كانوا بيسمعوا كلامي قبل كده، وأنا كنت واحد منهم، أكتر حد عارض الفيدراليين، لكن الأمور ما كانتش ماشية كويس. المقابر بقت مليانة بالشهداء اللي كانوا بيدوروا على نجدة من الكذب ومن الفساد اللي شافوه. أنا عارف لأنهم كانوا بيراقبوني. أنا بدأت إذاعة أوريجون الحرة في الأسابيع الأخيرة قبل سقوط الفيدراليين. كنت بزيع من عربية نقل ملهاش أي علامة تنقل من بلد لبلد قبل ما الطرق تتخنق بالعربيات والكباري تتدمر. كنت بحاول أوقف المسوخ بس من غير أي فايدة. معاكم مارك كوبلن من إذاعة أوريجون الحرة. ما تصدقوش الإشاعات. لا يا كوب، المقابر مليانة بالمسوخ مش بالشهداء، وكان لازم تكمل ماشي لان لو كان حد شاف العربيه المهكعه بتاعتك كانوا فجروها. بس عشان ما اضطرش اسمع اذاعه اوريجون الحره بتاعتك. ارقدي بسلام، مش هيحصلوكي دلوقتي. بوزر انت هناك؟ ايوه ديك، هخلي بالي منها، اقصد الباريز. شكرا جدا، كانت هتعمل نفس الحاجه. كانت هتعمل كده. ديك نحول.
خبر ابيض. ساعد أوريجون الحرة، الحقيقة تخليك حر. كان في طيارات سودا كتير في السماء، يمكن شفتوها وسمعتوها وافتكرتوا انكم اتجننتوا، بس لا، دي كانت عقلية، وده دليل ان انا كنت صح. كلنا افتكرنا انهم ماتت هنا زيهم كلهم، عايشين بغبائهم المعتاد، بس لا. انهم هينقذوكم. اي حد لابس يونيفورم يستحق العقاب، وكان مفروض مات من سنتين. الناس دول اول ما يشوفوكم هيقتلوكم. معاكم مارك كوبلن من اذاعه اوريجون الحره. ما تصدقوش الاشاعات كوب، دول مش بيحاولوا يسيطروا على اي حاجه. انت ما عندكش اي فكره هما بيتكلموا عن ايه، باستثناء انهم هيضربوا عليك النار اول ما يشوفوك. راجل محظوظ. كويس، أقدر أصلح ده. المفروض يشتغل. أنا أكيد قريب من عش، شمم ريحتهم. Yeah.
كده كفايه. وإيه اللي حصل هنا؟ لا يا ترى في حاجة سابوها تستحق المجهود ده كله؟ تمام. أقدر أصلح ده، المفروض يشتغل. Thank you.
موقع تاني لنيرو. طيب يا ترى في اي حاجه جوه الوحده الطبيه المتنقله؟ فيوز تمام. يا دي النيلة، فيوز ضرب. أيوة احنا كده بقينا بنشتغل. المفروض ده ينفع. يلا بينا. أنا محتاجها. كويس. أيوة كده احنا بنشتغل. أيوة أخيرا تمام. دلوقتي خلينا نشوف عندهم إيه. يا حقير بقول لك سيبني. يا فندم لازم ترجع لعربيتك، احنا هنجيبها لك. بقالنا هنا 12 ساعة، أنا معايا طفلين ورا زي ما الدكتور طلبها. معناش مية خالص، بس محتاجين شوية مية. يا فندم، أنتِ لازم ترجعي لعربيتك حالاً. إدي، أنت معاك إزازة مية؟ إديها لها. يلا إديها لها. شكراً. تمام. دايما عندي مشكلة. ارجعي لعربيتك، هنسمح لحاجات أكتر قريب، أرجوكي. شكرا. أنا آسفة، آسفة فعلا. أحلم الكون، كل واحد يخليه. إيه اللي بيحصل؟ في إيه؟ أنا كدبت عليه. إيه؟ كده هما مش هيسمحوا لأي حد تاني يعدي. معسكر اللاجئين اتملى. إحنا هنعمل إيه؟ معرفش عنك حاجة، بس أنا عندي خطة. عندك خطة؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ أنا مش فاهمك. مكان ده فش جديد. خبر ناس كتير قوي. تمام زي ما جوزي قال، الطريق ده زحمة جدا عند بيته في التفتيش. مستنيين موتهم. عسكر مليان متطفلين، انتوا بقى السفنة اللي حاولوا يوقعوني في الفخ. لازم احرقهم كلهم، لازم اخلي المكان امان. هبقى ارجع بعدين واكمل حرق العشاش.
بوابة، ولو عملت مشاكل. فين تاكر والكاي؟ عند موقع الحفر. ايوه يعني الاقيهم فين؟ الموقع الشمالي هناك. لو حد لمس الموتوسيكل او حاجه منه هدغدغ صوابعه. اي حاجه يا عم. يا خبر عبك. عمال اقولك كل حته تبص لها مليانه كلها بحمم عملاقه. 25 قدم صخور صلبه. هاخد آلات الحفر ال... انا مش محتاجه محاضره منك، فهمت؟ لا ده مش صح. بصي الناس دي جعانه، حتى لو بكل قوتهم هيحتاجوا شهور يخلصوا الشغل ده بالفاس والحفاره. انا مش مهتمه بده. كلنا جعانين يا أهل، بس المفروض نخلص الشغل حتى لو قعدنا طول السنة. تفتكر عندنا مكان تاني نروحه؟ ثانية، ما خلصتش. ممكن تنجز يا أهل، ورايا حاجة تعملها. الممزقين النهاردة في واحد من رجالتي قدر يرصد مجموعة منهم رايحة المنار. ومحدش منعهم. إزاي أنا؟ تاكر أنت عارفة إن عددنا قليل. هم رايحين للشمال؟ أهل هما جايين عندنا هنا؟ قولي او لا. انا معرفش، يمكن هو يعرف. انت عاوز ايه بقى دلوقتي؟ ها قولي ايه. قولي. لا يا الكاي، مش مهمته انه يعرف، مهمتك انت انك تعرف. ما ينفعش اكون في مكانين في نفس الوقت. انت عاوزاني هنا في موقع الحفر ولا في القرف اللي بره؟ بطرد الممزقين. روح المخازن وشوف عندنا أسلحة قد إيه، وويلر هيراقب الحفر. ما تقولي بتبص على إيه؟ معرفش، كنت مستنيك تتذاكى أو تصمم حاجة. عرفتوا ليون فين؟ كويس إن أخيراً حد عرف يعمل شغله. اركب معايا. قولي امتى كانت اخر مره لقيت حد وجبته؟ الناس اللي فضلوا في الانقاض مش من النوع اللي انت عايزاني اجيبه هنا. اتنين هنا ماتوا بالحمى. دي مش مشكلتي. انت عايز اكل، دي مشكلتك لوحدك. قلتلك هنقوم بعمليات تهريب ليكي، بس مش هننضم لمعسكرك الملعون. فكرني تاني، انا بنسى كل حاجه. هو ليه ده؟ علشان ده تضييع وقت يا تاك. طب مش انت الشخص المتفائل؟ هو فين بوزر؟ قال انه هيروح لمعسكر كوبلند علشان يحاول المقايضة مقابل شوية سمك. هو انت بتشتغل معكم؟ هو معسكره قريب من معسكرك؟ مش قريب ولا بعيد. بصي انا مش مراد بوزر، يقدر يروح اي حتة هو عايزها. مش ممكن انت بتسيبي دي شغالة طول الليل والنهار؟ في جثث مسوخ كتير هنا، وفي ناس بتعمل الشغل ده. لازم فعلا نخليها مولعة. حاولي تستخدمي بنزين أكتر، هيسرع الحرق بعدم أقل. تفتكر في كتير للتخزين؟ لو كله خلص هنشغل الموتوسيكل بإيه؟ بإيدينا إحنا؟ ممكن أفهم إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ العد واقف، الأكل والذخيرة خلصوا من المخزن. مش ممكن، مين اللي تولى المراقبة امبارح؟ ويلر. ضاعف الحراسة الليلة. الموضوع بدأ ينرفزني. اتفقنا. في مشكلة هنا؟ وزي ما قلت المعسكر شبه السجن. دول شوية كسالة وكدابين وحرامية وقتلة. عارف ايه السبب؟ مش عارف. عشان ده الوضع دلوقتي، معرض مسوخ. محدش نيجي إلا الوقحين والمقرفين كفاية عشان يبعدوا المسوخ. الباقيين هنا بيتمنوا أأكلهم وحميهم ودفيهم عشان يقدروا يسترخوا ويتفرجوا على نهاية العالم.
انت لازم ترجع للشغل، ما تجبرنيش ارجع سايرس. شوية الكسلة دول ممكن يضيعوا الوقت زي ما هم عايزين، بس الصبح ده وقتي انا. ادارة المعسكر ده شبه ادارة السجن. مش فاكر اللي قلتيه، كنت ايه؟ كنت مأمورة سجن او حاجة كده؟ ما كنتش في رتبة اعلى منه، كنت مشرفة عنبر الستات، زي ما كون قضيت فترة في السجن قبل كده. انت عمرك قضيت فترة في سجن مقاطعة كلامث برا شمولت؟ كان عندي مشاكل كفاية، بس ما رحتش ولاية كنساس ابدا. عندي شغل ليك. لارسن راح امبارح في جولة، عدى على بلد ماريون فوركس وقال انه شاف واحدة كانت شكلها شابة بس ما شافهاش كويس. وقف ودور عليها بس ما لقاهاش. لا بلاش. هو متأكد؟ لارسن بيعمل زيك بقاله كتير، بيفرق بين الانسان والمسخ، بس انت شاطر في ده. روح دور عليها قبل المسوخ. هشوف اقدر اعمل ايه، بس تاك بصي، انا عايز باقي فلوسي مقابل شغلي مع ليون. طيب هات لي بشر احياء تاني وانا هديك كل العملات اللي تحتاجها.